عشان نقرب اكتر من التفاصيل معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ محمد سمير سيمو، نائب رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر والمتحدث الاعلامي للرابطه. سيمو مساء الفل، ازيك؟ مساء الفل يا كابتن محمد، ايه الاخبار؟ وعايز اشكرك، ومش هشكرك لوحدك، ده اشكر كل الرابطه على الصور اللي احنا شايفينها والتشجيع اللي احنا بنشوفه في كل مباريات الاهلي في كاس العرب، كاس البطوله العربيه في الدوحه. والله كابتن محمد، يعني احنا مش يعني مش موضوع ان احنا حضرتك تشكرني او اي حاجه زي كده. الاهلي احنا بالنسبه لنا اي حاجه تيجي من ريحه الاهلي فده بالنسبه لنا بيكون عيب. فلما يكون فريق باسكت، فريق هاندبول، فريق طايره، اي فريق يجي او اي حتى لو لعبه فرديه بتيجي خاصه بالنادي الاهلي فاكيد هنقوم معاها بنفس الدور وبنفس الوجه. اي نعم احنا بنواجه شويه مشاكل يمكن في الحضور الجماهيري ممكن ما يكونش بالشكل المناسب اللي هو زي ما حضرتك لمسته في عندنا اتنين كاس سوبر حضرتك كنت متابعنا فيهم وكاس عالم انديه، كنت شايف الحضور الجماهيري رغم صعوبه الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده وقتها، ولكن احنا كنا في الفتره ديت كنا قد المسؤوليه. احنا مشكلتنا بس في الفتره ديت مع البطوله هي المواعيد وتضارب المواعيد مع مباريات كره قدم. شفنا كان في مباراه كانت قدام انبي الحمد لله تأجلت للساعه 9 ودي كان الحمد لله من حزن حظنا. اكيد. والمباراه الثانيه كانت مباراه الاسماعيلي، يعني مباراه الاسماعيلي برضو مباراه قويه والجماهير كلها بتبقى مستنيه تتفرج عليها، بس احنا كان عندنا هدف ثاني ومهمه ثانيه وهي مسانده الكيان سواء كان كره قدم او كره سله او كره طايره او اي لعبه اخرى. طيب الحضور الجماهيري وانا شايف اطفال وشباب وبنات ورجال واللافتات وصور كمان لفريق الباسكت، انتوا كنتوا محضرين كمان كذا دخله للفريق في الفتره الاخيره. مظبوط، احنا في الفتره الاخيره احنا اساسا يعني في كل مباراه كان بيبقى في قضيه معينه احنا بنقوم بتسليط الضوء عليها، يعني مثلا الاعصار اللي كان في ليبيا كان عندنا مباراه مع الاتحاد الليبي شجعنا الفريق الليبي وطلعنا بانر دعم لليبيا، نفس الكلام في مباراه مجد طنجة المغربي عملنا نفس الدور، طبعا ما نسيناش القضيه الفلسطينيه، طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي يعني اللي احنا بنتمناه، مش هنقول هو ايه ولكن احنا اللي احنا نتمناه احنا معاهم وفي ظهرهم اكيد باذن الله. اكيد اكيد طبعا ان شاء الله كده. اكيد. فاحنا بالنسبه لنا يعني طبعا احنا مشكلتنا في الاول لما جينا في البطوله ما فيش تسليط ضوء عليها هنا. اللجنه التنظيميه قعدنا معاها حسينا كده واحنا قاعدين ان مفيش جاهزيه كامله زي ما كان بيحصل ايام كاس عالم للانديه او السوبر الافريقي. انتوا اللي صنعتوا الحدث يعني يا كابتن محمد، انتوا بصراحه يعني فرضتوا الحدث على اللجنه المنظمه وعلى المسؤولين وعلى الصالات المغطاه، يعني انا بتكلم معاك وسامع صوت الجمهور، انتوا صنعتوا الحدث ودايما الاهلي بجماهيره بيصنع حدث في اي بطوله. كابتن محمد انا يعني لا اخفى عليك سرا ان احنا كنا احنا اللجنه طلبت مننا ان احنا ندعمهم في استقبال الوفود بتاعه الفرق اللي جايه من المطار. تمام. الكوادر بتوعنا بقى يروحوا يستنوا في المطار كل فريق ان شاء الله حتى لو بيجي الساعه 5 الفجر بيوصلوا وبيسكنوا في الفندق بتاعه وكمان بيكون مرافق معاه في المباريات ان هو بياخده في الاتوبيس بيوصله لغايه ملعب المباراه وبيفضل معاه لغايه المباراه تنتهي وبيرجعه الاوتيل تاني معاه. ممتاز ممتاز. انا مش عارف اقول لك ايه بس بجد الشكر لكل مشجع اهلاوي كان موجود في صاله نادي الغرافه بالامس امام الاتحاد السكندري في كل المباريات اللي فاتت، كل التوفيق ليكم. والصوره معبره يا سيمو بالتاكيد بشكل كبير على هذا الزخم الجماهيري اللي بتصنعوه في اي حدث رياضي للنادي الاهلي بيتنظم سواء في قطر في الامارات. ولكن سؤال اخير يا سيمو، رايحين السعوديه كمان تشاهدوا مباريات كاس العالم للكوره وتشجعوا الاهلي كمان اكيد باذن الله. هو احنا من يعني احنا عملنا ده بالفعل في السوبر الاخير والسوبر اللي كان بيتلعب في الامارات، كاس العالم اللي كان في الامارات. تمام. كل ده كان موجودين. انا بس حابب ان انا اشكر الشباب الكوادر الرابطه، شباب محترم جدا بيحب الاهلي كابتن محمد بشكل مش طبيعي على استعداد لتقديم كل غالي ونفيس بس حبا في الاهلي مش اكتر من كده. صراحه مباراه امبارح كانوا عاملين ملحمه، فريق الاتحاد فريق قوي جدا يعتبر نهائي مبكر. الفريق برضه في مباراه مجد طنجة عايز اقول لك ان الفريق كان الجمهور كان العنصر الفعال والمؤثر في نتيجه المباراه
بعد توفيق ربنا واللعيبه طبعا اكيد في المباريات اللي هي كانت موجوده. احنا كنا متاخرين والحمد لله كنا بنرجع، والاهلي ليدنج في مباراه الاتحاد امبارح بس بسبب الجمهور. الحمد لله، هو دايما جمهور الاهلي رقم واحد في اي حدث وفي اي مباراه بتخص النادي الاهلي. سيمو انا بشكرك، وكل التحيه لكل فرد ولكل مشجع اهلاوي موجود حاليا في الدوحه واقف وبيساند وبيؤازر فريق كره السله. وزي ما شايفين على الشاشه صوت الجمهور يعني جميل جدا ورائع جدا، واحنا بنتكلم معاكم سامعين الاهازيج وتشجيع الجماهير وعلم الاهلي وعلم مصر في تشجيع فريق الباسكت في مباراه الاتحاد السكندري وفي كل مباراه البطوله العربيه. وبكره ان شاء الله هيكون في حضور جماهيري كبير جدا في مباراه السله المغربي. فده كان جانب مهم جدا، لازم نلقي الضوء على فريق كره السله اللي عنده بكره مباراه مهمه جدا، وكمان نتكلم على دور رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه.